لا الصبر يا ابن العسكري فشرعة الهايد النبي استنصرت أنصارها يا هدت قواعدها وطاح منارها فأقم بسيفك ذي الفقار منارها يا وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها يا وبنت على ما أسست آباؤها من قبل حين تتبعت أخبارها يا إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السدايا يا ود وأمرت كفارها يا قادت عليا بالنجاد وضيعت سبل الرشايد وخالفت جبارها يا مولاي يا صاحب الزمان مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها منعوا البتول من النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها قالوا لها يا قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرايا قطعوا أرايكتها وهو إله وفاطمة قطعوا أرايكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها والأصعب من ذلك جمعوا على باب النبي محمد حطبا وأضرمت الضغينة نارها رضوا سليلة أحمد بالباب وويلا يا رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها
عصر ابنة الحاد الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها يا كأني بفاطمة حولت إلى قبر أبيها أو جاءت تشكو لأبيها تقل وين رايح عني الكلك حنان ياهو غيرك لو رحت يحميني وين رايح عني الكلك حنان ياهو غيرك لو رحت يحميني بويا باكر ينكسر ضلعي وراك شلون لو قنفذ سطرني بعيني بعد بويا باكر محسن ببطني ويموت بويا بويا هذه المصائب تتتالى بويا شلون باكر محسن ببطني ويموت جن سمعي لوج وحاشيني يما ردي لي نفس من الحياة خل أشوف أنزين أبي أو دفنيني إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم